الملف. لاباس ان اربط الاتصال بالزميله وسيله بوشاربه لتلتحق بنا مباشره من دكار. وسيله مساء النور. وسيله، اذا كان نتحدث على هذا البنك الجزائري السنغالي ABS، والذي هو يعد ثاني بنك اجنبي جزائري في الخارج بعد البنك الاتحاد الجزائري، والذي دشن امس بنواكشوط في عاصمه موريتانيا، ما هي الانعكاسات الاقتصاديه والجيوسياسيه التي يكتسيها هذا المسعى وسيله؟ مساء الخير فاطمة. قبل الحديث عن البنوك التي تم تدشينها في كل من موريتانيا والسنغال، اسمحي لي الحديث عن الزيارة ككل، زيارة ماراثونية قادت وزيرا المالية والتجارة وترقية الصادرات برفقة وفد هام إلى كل من موريتانيا، واليوم المحطة الثانية السنغال، حيث أين اختتمت هذه الزيارة للحديث عن انعكاسات الزيارة بصفة عامة، وليس افتتاح وليس البنك لوحده. معنا يحضر معنا وزير التجارة وترقية الصادرات السيد الطيب زيتوني لتقييم هذه الزيارة وأهم المحطات التي وقفنا عندها. تفضل معالي الوزير. شكرا، تحية لكل المشاهدين. نظن باللي منذ يعني ان اشرت الجزائر على اتفاقية منظمة التكامل الافريقي زليكاف، والجزائر تخطو في خطوات يعني حقيقية وخطوات متزنة ومدروسة. في ديسمبر 2022 قرر السيد رئيس الجمهورية ان يكون عندنا نظرة والولوج الى الاسواق الافريقية بطريقة تكاملية، موش كقطاعية أو يعني طريقة فولونتير كل واحد يمشي وحده ويدير بعض. كان فيها الكثير من الكلام كان يتقال على التصدير نحو إفريقيا وبعض يعني الأقاويل وبعض الكذب اللي كنا نسمعوها في بعض الدول أنها سيطرت على أسواق وكذا. الجزائر كان عندها خيار، يا يعني إما أنها تمشي في حول الهرولة هذه الغير مدروسة والغير متبع أو تتبع خطوات او يعني مراحل منطقيه وموضوعيه والتقنيه ومدروسه، يا اما انها تمشي في هذاك الاطار. رئيس الجمهوريه كان خذ قرار اننا نمشي بنظره يعني متزنه اللي تمس كل القطاعات، قطاع التجاره، قطاع الماليه، قطاع الخدمات، قطاعات اخرى في الهياكل القاعديه، في اللوجستيك، يعني كانت نظره متبادله. وانطلقت هذه العمليه بانطلاقنا في اول قلت امضائنا على منظمه او منطقه التبادل الحر الافريقيه. ثم معالي الوزير، هذه التعليمات نفذت في اقل من 9 اشهر. طبيعه الحال في ديسمبر 2022 كان فيه اول قرار للسيد الرئيس، في 13 ديسمبر بالضبط كان فيه اول قرار لرئيس الجمهوريه ان الجزائر تنتشر في اسواق افريقيه خاصه الدول المجاوره في الساحل. الهدف منها اولا بطبيعه الحال هي التجاره، لكن ايضا فيها اهداف استراتيجيه هي الامتداد حول عمقنا الافريقي، حول او يعني حتى مساعده هذه الدول في تنميتها. واخترنا انذاك النيجر وموريتانيا والسنغال، تاخرنا نوعا ما في النيجر نظرا للاحداث اللي صارت فيها، لكن مشينا في السنغال وفي موريتانيا. الحمد لله في خلال فتره وجيزه جدا قدرنا اننا ننجز مشروعين عملاقين في موريتانيا وفي النيجر، سواء بالنسبه لوزاره التجاره، اننا رئيس الجمهوريه انذاك قال باللي لازم نكون عندنا يعني قصور للعرض، يعني دي شوروم بيرمانونس دي بالي ديكسبوزيسيون، اللي من خلالهم اننا نعرض اولا منتجات الجزائر، لكن من خلالها كذلك نمكن الشركات الجزائريه انها عينكم ايضا على بعض الدول الافريقيه الاخرى. بطبيعه الحال احنا بدينا في هذو زوج واعطانا تعليمات اخرى، لانه فيه كان مازال ساحل العاج، فيها الكاميرون، فيها نيجيريا، فيها جنوب افريقيا، وبعدها نمشي الى اوروبا في بعض الدول التي تم اختيارها. كذلك كان فيه تعليمه ان البنوك لازم ترافق المتعامل اقتصاديا، مشينا كذلك في بنك السنغال وبنك موريتانيا، والحمد لله يعني من اقل من 9 اشهر يعني تم الفتح هذه الفضاءات، فضاء التجاري اللي في موريتانيا يعني كان فيه 64 شركه من اكبر الشركات الجزائريه اللي عندها قدرات انتاجيه كبيره وقدرات يعني حتى تصديريه كبيره. 60 شركه في 64 شركه في موريتانيا و 54 شركه في السنغال، والهدف نتاعنا نلحق الى 100 شركه، لكن ما هي الشركات اللي تدير السياحه الاقتصاديه، هي شركات اللي تمشي تصدر حقيقة وتمشي تفرض منتوجنا لأن منتوجنا الحمد لله اليوم هو منتوج يعني تنافسي، منتوج توفر فيه
فيه كل الشروط الضرورية. وعندما دخلنا احنا لدول الساحل وإلى إفريقيا يعني كان الكثير من الناس اللي كانت تستحوذ على هذه الأسواق اليوم راهي مقلقة من المنتوج الجزائري. احنا داخلين باش أننا نوضع منتوجنا ونخلي الاختيار للشعوب الإفريقية، لكن الهدف مش فقط أننا نمشي إلى السنغال وإلى موريتانيا، لأن السنغال وموريتانيا يتابعين إلى منطقة ولا سو ريجيون نتاع 14 دولة فيها 300 مليون ساكن، يعني هي سوق واعدة وكبيرة جدا اللي من خلال موريتانيا من خلال السنغال أننا نمشي إلى الولوج إلى هذه الأسواق ونحط كل منتجاتنا اللي هي ذات جودة عالية اللي ما نحشموش بها نقدر نحطوها فيها. الحكومة الموريتانية أستاذ عطات موافقة لمنح قطعة من العقار يعني قطعة أرضية للجزائر لبناء فضاء أكبر يعني لا ممكن بعد التفاصيل. أختي هذه الدول كذلك هم يخموا على بلادهم اقتصاد بلادهم كما احنا في الجزائر كذلك عندنا نفس الشيء. عندما شافوا الجزائريين دخلوا بقوة وفتحوا بنك والجزائريين ما جابوش انجيشي بانكر جابوا ان بانك افيك ان كابيتال سوسيال اللي فيه 50 مليون دولار اللي حابه تستثمرها، فهموا بان وجابوا كذلك يعني قصر للمعارض فيه 64 شركه. الموريتانيين فهموا بان الجزائريين عندهم الجديه ما يكفيهم انهم يتعاملوا معهم، فمباشره بعد استقبالنا من طرف الوزير الاول الموريتاني ووزير التجاره ووزير الماليه الموريتاني تم اهداء للجزائر فضاء او مساحه ارضيه ب 1000 او 12000 متر مربع باش ندير فيها كل الانجازات، فيها بنك فيها قصر للمعارض فيها خدمات اخرى من فنادق من راح ننجزها هناك وينجوها مش الدوله اللي حتنجزها يعني حتى المتعاملين الاقتصاديين. اذا اليوم نقدر نفتخر وتطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهوريه نقدر نفتخر اننا اليوم مشينا بنظره شامله وتكامليه ومتكامله باش اننا ما نقدرش نمشي ندير تجاره بدون بنوك وما نقدرش ندي البنوك فقط نحلها ك يعني واجهات بدون ما يكون فيها فعل تجاري. استاذ انت شخصيا وصفت هذه الخطوه بتاريخيه؟ بطبيعه الحال احنا منذ الاستقلال يعني لاول مره واحنا نتكلموا على اننا نصدر خارج المحروقات منذ الاستقلال واحنا نتكلم على اننا نرافق المتعاملين الاقتصاديين بفتح بنوك منذ الاستقلال واحنا نقول عندنا مشكل في افريقيا لان لو باتريمون دارجون عندنا فيه مشكل تحويل اموالنا من والى الجزائر عندنا فيه مشاكل. اليوم فتحنا هذه البنوك منذ تقريبا الاستقلال واحنا نتكلموا عليها الحمد لله في خلال فتره 9 عندما تتوفر الاراده في فتره 9 شهور وإطارات وزارة المالية مشكورين أنهم فتحوا هذا الفضاء، كذلك في خلال فترة 9 أشهر إطارات وزارة التجارة مشكورين كذلك أنهم عن طريق الصافاكس عن طريق مؤسسات أخرى فتحوا فضاء في السنغال وفتحوا فضاء في موريتانيا. البنك الجزائري السنغالي أستاذ اليوم عمل أول عملية ليه شراء سندات؟ نبارك للسنغاليين أولا نبارك كذلك الجزائريين ونبارك للخزينه العموميه السنغاليه لان احنا كي دخلنا ما دخلناش فقط باش نمول يعني عمليه تجاريه للتصدير والاستيراد، كذلك دخلنا باش نستثمر في هذه الاسواق، واكبر عمليه قامت بها البنك اليوم في السنغال اللي راس ماله من اكبر البنوك الخاصه في السنغال، جينا احنا الخرانيين والحمد لله اليوم تربعنا على عرش البنوك وعرش الخدمات في السنغال، دخلنا بمبلغ او براس مال 100 مليون دولار، واول عمليه قمنا بها ما مشيناش شرينا وبعنا، لكن رحنا شرينا سندات من الخزينه العموميه السنغالية، وهذا ما عبر عليه اليوم الوزير الأول السنغالي. قال الجزائر عندما تغيب لفترة لكن عندما جيت عوض غيابها، والحمد لله احنا اليوم عوضنا غيابنا في وجودنا بشركتنا الاقتصادية في وجودنا ببنكنا، وراح اللي على بالهم كذلك عطونا الرخصة باش نمشي نفتح فروع أخرى في مدن أخرى كبيرة. هناك نقص أستاذ، إذا كان فيه جهد معتبر فهناك نقص في من ناحية ترقية المبادلات بين مثلا الجزائر والسنغال لا تتعدى 40 مليون دولار في احسن الحالات. لماذا؟ يعني هذا راجع الى اننا ما كاش عندنا يعني هذه المرافقه البنكيه والماليه. اليوم عندما نتكلم على بنوك ونتكلم على فضاءات للعرض التجاري الدائم نتكلم كذلك على الجهه اللوجستيكيه، كان فيه خط بين الجزائر العاصمه ونواقشط خط بحري لباخره جزائريه تمشي بين الجزائر العاصمه نواقشط وداكار، كذلك كان فيه خطوط جويه لتربط الجزائر بهذه العواصم، كذلك طريق زويلات اللي الجزائر اليوم استقامها 600 مليون دولار راهي تبني فيه باش اننا يكون عندنا شريان اقتصادي ليصب في موريتانيا ومن خلال في موريتانيا كمحطه لكل الدول المنطقه. اذا احنا نقوم بعمليه متزنه تمس كل الاتجاهات اللوجستيكيه الماليه والتجاريه. شكرا معالي الوزير على كل هذه التوضيحات والشروحات، كانت زياره ناجحه.
أنا نقول ناجحة بامتياز والحمد لله. إذن موفقين إن شاء الله في باقي مهامكم، نتمنى المزيد من النجاحات للحكومة الجزائرية، المزيد من التألق والولوج أكثر نحو الأسواق الإفريقية والتقدم نحو العمق الإفريقي. أحييكم من دكار السنغال.